الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرسي تطبيق لباتنا هذا كمدها دروس العقيدة الواسطية وحين كده احترني فصل كي كصاب سنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعلاقة وللي هي قرآن ما هي علاقة السنة بالقرآن سؤال وما هي حرير كده حقيقة سنة وحادثة هي قرآن أي أنواع سنة المفسر يعني تفسر القرآن تصاله في باب الأسماء والصفات أي قول النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله تعالى الذين أحسن الحسنى والزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله كما في مسلم. طيب النوع الثاني فضل سنة ما سمعت سنة سنة موافقة يعني تدل على ما دل عليه القرآن مثال للسنة الموافقة في باب الأسماء والصفات أي حديث إثبات الوجه واليدين والعينين والاستواء والعلو هذه موافقة للآيات القرآنية الدالة على هذه الصفات. النوع الثالث أي سنة زائدة يعني دالة على زيادة على ما في القرآن يعني على شيء لم يدل عليه القرآن سنة مستقلة نوال إرادة وحان قرآن كاللغو الشيقين ويدو أي لقار تابعته مثال حديث القدم حديث النزول كذلك. طيب هنا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح هل معنى هذا أنه يشترط في أحاديث الصفات أن تكون صحيح هيا ما شردنا حاول دليل أنه شردنا هيا طيب لأنه ذكر في كتابه أحاديث حكم عليها بالحسن كو لبا ولأن العلماء يطلقون الصحيح على المقبول. طيب مثال صحيح البخاري فيه أحاديث حسنة عند البخاري صحيح مسلم كذلك صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان. طيب سلسلة الأحاديث الصحيح في أحاديث حكم عليها الشيخ بالحسن صحيح المسلم ليس في الصحيحين الجامع الصحيح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وهل هذا شرط في قبول الحديث الوارد في صفات الله أيه لا يشترط الحديث حجة بنفسه مركا التي تلقاها المعرفة بالقبول صفتها سواء مركا مقيد به ومحي صفة كاشفة أي صفة ذكرت لبيان الواقع صفة كاشفة وصفة التي تذكر لبيان الواقع وحديث الصفات الصحيحة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول واقع يوم بيكور رمسين واقع حديث صحيح وسيدا سيئة
وجب الإيمان بها كذلك. ما وجه التشبيه؟ أيه؟ كما يجب الإيمان بالقرآن أو بالآيات القرآنية الواردة في صفات الله. آيات القرآن كصفات كإلهي كالله سي واجب طاين للرمية أي حديث أنا واجب طاين للرمية. قال رحمه الله تعالى مثل قوله صلى الله عليه وسلم سيدا قولك نبي ويري ينزل واسودك ربنا ربكين إلى سماء الدنيا سمدنا الدنيا سوحك تاما سمدنا دو يوسودك كل ليلة نبين كسته حين يبقى مركو هارو ثلث الليل أبين كثلث كيس على خير يا الدنبي على خير يا الدنبي ثلث الليل على خير فيقول حرد إلهي من يدعوني يا عابدي وفاستجيب له وعبادة أن كأتيبه من يسألني يا بري وحويد سنة فأعطيه وحويد بري أنسية من يستغفرني يا مغفرة ضلبية دم بقين لك دافو ولو عقابي لنا أسطره فأغفر له وأن دافه وأن أسطره فاستجيبنا وضخرين كرتا وأن أجيب إياه فأعطيه وأنسين إياه فأغفر له وأن دافع إياه ذات مركات دي النصب السنة وحي نغرس فادو دي السببية نغرس بسبب دعائه أيان استجيب له بسبب سؤاله أيان أعطيه وأنسين إياه بسبب استغفاره بأن أغفر له أن دافع إياه متفق عليه حديث كوحوريي بخاري يا مسلم باوري بهذا اللفظ لفظ قنا حين يبقى ثلث الليل على خير وهي حديث كنوحو كان مصنف رحمه الله تعالى لإثبات نزول ربي سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حديث كسار ورتين نزول كنوا حديث متواترة علماء الشيكتين حديثة متواتر تبع كمدة أبو زرعة الرازي ومنهم الذهبي ومنهم ابن القيم ومنهم ابن عبد الهادي ومنهم أبو القاسم التميمي في كتاب الحجة في بيان المحجة كتب عظيم كابو كتاب كاس كمدة الحجة في بيان المحجة القاسم التميمي والسني شافعي وحوري قول النبي ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا رواه 23 من الصحابة رواه 23 من الصحابة صدح الله باطن صحابة نبي كوري 17 رجلا وست النساء تضبية طبن يلح دمرة علماء الشيكتين متواتر يا وحكم ذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث وحديث متواترة وأهل الحديث أي متواتر ويهاي الشيكين وحكم ذا ابن عبد البر قال رحمه الله في التمهيد إنه حديث ثابت متواتر وحديث سجن ومتواتروي درجة التواتر قاري أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول إلى الدنيا لله سبحانه وتعالى صفة الإله والصغيان وأنا صفة اختيارية فعلية وفعل إلهي والصمي فعل ويقوم بذات الله وفعل إلهي ذاته سكوق من نزولكم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وفاعل النزول إلهي سبحانه وتعالى وربه. طيب وحانو كحري إلهي مشيادي سومر كودونو إلهي سبحانه وتعالى سودك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزول كإلهي نوحي من سين نزول مضاف إلى الله
ليس له خصائص ومميزات نزول المخلوق. نزول كإلهي له إضافية ما لها خصائص هي وحيابها صوعة نزول كمخلوق. وصفات تتميز بالإضافة صفات كوحي كوكا لصعمان إضافة. فلا نتصور ولا نقول في نزول الله مثل ما نتصور أو نقول في نزول المخلوق. إلهي نزول كيسا كصورة يسمى إنه كان أوران ما إنه وحينو كصورة يسمى إنه كوران إنه نزول كمخلوق. ولماذا أهل السنة قال كود بالون اسمي إن نزول كأولين ونزول الرحم يأي كأولين وعكم يدى إمام مالك رحمه الله تعالى. وحن لأن هاي عدين كسو قادنا إن إمام مالك أي كسو قناتي أنه أول نزول بالرحمة بنزول الرحمة ومردود عليه هذا الكاسم الله قاق ولا يما قول كيسو نحج ما أي آياتنا ما حديثنا ما إجماعنا ما. وحان الله قد بقي قول كي مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وفول بهذا الكيسة وحبالك أقبلها وحين نسك وافقها وحنا والا ردها وحين خلاف نبي عليه الصلاة والسلام هو يعني سك هذا الكيسة بحجابة تاسوا تاسوا قاعدة أمر والباء وين تفهم سناته وانا قاعدة أدكو أفتري كرتو هذا الكقف كستوى نصوص تخلافة وقول شيخ ندريشني إن الله لم يأمرنا بالرجوع إلى أقوال المشايخ عند الاختلاف باكو وفلا مركز الاختلاف إليها إنما أمرين إن أقوال المشايخ نقن وإنما أمرنا بالرجوع إلى الوحي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وكذلك فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه القاعدة وقاعدة عامة في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الفقه والأحكام بل في جميع مسائل الدين أي عام قطع. وفي قول الشيخ دليشانية إن اتراهدو إلهي نمو أمرين مركينو إسخلافنا إن نقول نقولنا أغواش مشايخ ذا يوحي إلهي نمرين إن نقولنا كتابك يسنة. مرك هل عندك آية أو عندك حديث أو عندك ما يثبت إجماع العلماء على ما تقول آيات ما هي سا حديث ما هي سا ما هي سا واحد سجية علماء دون يكون إجماعين واحد شيء يسوا إن شاء الله صلاة دي عصر كدي با نندل يري وسؤالي ويدي وحقوري نبقى المسألة كم ورانا مرك هسو يقول يري سخاوي بمسألة دا كتغي مرك سخاوي محوها أبو يقول أنه سخاوي مبان مقاله وحن كوري السخاوي أرتا وحي هيدين اتراض السخاوي قول كيس محجة يعني هل هو الدليل على الأحكام الخمسة أحكام الشنطة هذا السخاوي ميو الدليلون غنية إيجابك ندبك تحريمك كراهدة يأيبا حدا هذه الأحكام لا تثبت إلا بالوحي كانت الوحي بيكس قناطة إن الحكم إلا لله حكم كإلهي بيسكله كدي بانو الشيخي سخاوين وهار دقي بن حجر ودع علماء قرن قيسة قالت ما يلاحظنا وليدون كميدها كقاعدة دا قاعدة عرضها قاعدة دا مسائل الدين مركا اللي يسكو خلافه وحال يسولن نقونا يا إنو يهي وحيقة كلام العلماء لا يستهان ولا يستخف به يعني لما قول صدق وأهل العلم حرمي مدين لكن العلم أغواش ود حجية دليل ما يستعان بها على فهم النصوص وحلوه كلمة استع نصوص تا فهم كده يشرح هذا لو كلمة استع لكن أغواش العلم هذا اللي افتيدوا معها دليل ما هي حجة. طيب الإمام مالك هدي هذا الكاس كسبنا الله سداسي أيها جوابته أي نقول الله لكن لم يثبت عنه هذا الكلام
رواية ذات المامة أنه أول النزول بنزول الرحمة، ورواية ضعيفة ويد في أسانيدها مجاهيل، والروايات الصحيحة الثابتة عن إمام مالك تدل على إثبات لصفة النزول. رواياتك الصحيحة إمام مالك سبحانه هذا واحد سنيان صفة نزول إنه إله سبحانه وتعالى وصبي. طيب صفة نزول لم يثبتها لله إلا أهل السنة أصحاب الحديث أتباع السلف أيما إله وصبي. جميع المخالفين في باب الأسماء والصفات لم يثبتوا هذه الصفة، صفة إله سبحانه وتعالى أمي السجين صفة نزول. لما أنتوا تبوي الديدين معطلوا يملفقوا الجهمية المعتزلة الأشعرية الكلابية الماتريدية كلهم نزول كويديدة قاركود والجهال بالحديث وعرض الحديث هو أحد، وحديث الأحد ليست بحجة في باب العقيدة، حديث الأحد نحجة ما بلد في باب العقيدة وهذا باطل. إن راح حديثك ودوا أحادي هاي عقيدة له مدلي شنكر وهذا الباطل وي ومخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف صن كتابك هي السنة هي إجماع السلفك. آياتك قرآنك أهل العلم ودلي شدان أحاديث النبي قوين الحجة هي الدليل تهي ما يكال قاد قاد أحاديث متواتر يا أحادي وحاو ما يقيمن وحقوله أدلة آياتك أشرديين وإنه خبر كاسي هي خبر نبي كسب ناضي الله قاتين وسوري كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا. مركا آيات كان مطلقة كصاروري في قبول أخبار النبي عليه الصلاة والسلام كالآيات الآمرة بطاعة رسول الله سآيات كأمر النبي قال الله أطيعه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوا تهتدوا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا آيات كأمر النبي قال لي من لا قبله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا آيات كامر يا النبي عليه الصلاة والسلام إلا الراعو كقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا آيات كلام يتكا وتقييد ما أطلقه الله لا يكون إلا بدليل وإلى هاي إطلاقي وده خبر كالنبي قبول كيسا هذه اللقو قيده شرط آئن متواتر هذا وفك كو قيدة بأدري اللغة بهاي أصواتها وتكلا آيات قرآن باتسيي خبر الواحد إنو يهي مقبول باب كدون يبا كصاب صنات منها قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إلهي سبحانه وتعالى وحد المامي إن عن جهادك الله وضبحين والنبي عليه الصلاة والسلام أن وقتك ونولا وضي طائفة يبحروا وحيابا علل كامل وشيدوين كوبعي ساعة كمدة إن النبي عليه الصلاة والسلام علمي كسوى برتان وحادثة كمغلان كدي من أحاديث أسيمر كي يقوم كودي كسر نقدام بيوشيج يعني جارسينيا. طائفنا يطلق على الواحد وفق قرى طائفة والقوة إطلاقة وقد دل القرآن على إطلاق لفظ الطائفة على الواحد كما في قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأيد عبد الله بنين وقرى إسدلان موحل أورانا يا كمد بغم يساعده إلا إلا بچا ما عانا قرأيان هجيسين تود واجب نقوما وين طائفة تاني كاسوا طائفة كاسنوا طائفة وانا سيدة إمام الشافعي ويري في كتاب الرسالة هو حجة في لغة العرب
قول كيس هو حجة إمام الشافعي في لغة العرب، وقد استدل بهذه الآية على وجوب خبر الواحد الصحيح. وعايدا ندري الشدي حبيث كأحاد كصحيحة إلا أقبل إنتهي واجب إنتهي. وحك لو ادري إلى خبر الواحد إنه يحج في العقيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث أحد الصحابة إلى البلدان، الصحابة أحد أبو رسولك الدريتشر بلدان تودريتشر، فقد أرسل معاذا بعث معاذا إلى شمال اليمن، وبعث أبو موسى الأشعري إلى جنوب اليمن، وقامت بقوله الحجة. حديث في باب العقائد كصعب سند النبي وكورينينا حجدوا ويكقوم تهداني حجدوا حديث كأحد كمعاذ وقول النبي قل هذا وقول يعني كقوم هاي كليد النبي ومدرين عدد تواتر قاري مدري لها لما نوران كارو النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وحقود درين وحكام تيفقية وحباس كلا الله بل حديث كابن عباس السعين ككوتش روح النسك وياي وحكوا بعد ذلك وكلا لئن وها عقيده إنك تاتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله عقيدتي وأنا كليدي دي خبر كنساء أنا حجة كقوم هاين وإلا أقبلان أنا واجب هاين كليدي رسولك عليه الصلاة والسلام الدرين. وكذلك أجمع السلف على ذلك، وقد أورد الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أمثلة عديدة من أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعده من الأئمة في حجية خبر الواحد الصحيح. وعسوار ريشاف في كتاب الرسالة آيات حديث أقوال بضان الصحابة تابعين أئمة كدن بيي مركا هو قول محدثة إن سنة نبي متواتر يا أحد انت لوك لقاضه لا يراد متواتر كوا حجة في العقائد وغيرها، أحد كنا ليس حجة في العقائد وور يبدع عصب ومعتزلات أي لي مادين مركي مالي كمران وايين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقص أرورتي أبواب الاعتقاد. مركا هل كان قار كتبا يقوقع عوذس كقص عدير الحديث كان واحد، وهذا ينبي عن جهلهم. وحديث النزول أحد ما وحديث متواتر وعند أهل العلم، وتلقاه سلف هذه الأمة بالقبول. واحد سلف كم يدون نزول كي لا يدي ذي أما أول مجره. طيب الروايات في توقيت النزول مختلفة، روايات كوي كوكل الدوين وقت النزول كإلهي قوضعيه، وإلا لح نوعوي ثلث الليل الآخر، والروايات دمتنين وقرا ثلث الليل الأول الثلث الأول أو النصف على شكية النصف وكابين وكلا برمو النصف أو الثلث الأخير على شكية يا الإطلاق إلى راون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة وقت بأن الشيء جنب انت عبر الروايات كوي كصار ورين. العلم يقاركوت سلكوا في اختلاف الروايات مسلك الجمع، واحد هذين انتو بوات شرتاه رد الرواد كوان صحان ونزول كوين وقت يدا صور نبو دعاه. بعد أهل العلمين سلكوا مسلك الترجيح ورجحوا رواية الشيخين، وحين يبقى ثلث الليل الأخير تاصير رجحين. الشيخ الإسلام ابن تيمية وحده والنزول المذكور في حديث النبي على قائل أفضل الصلاة الذي اتفق عليه الشيخان واتفقت عليه الأمة هو إذا بقي ثلث الليل الآخر. أما رواية النصف هي ثلث الأول هي مسلم بالك اليومي. إمام الترمذي روح لها صح الروايات عن أبي هريرة إذا بقي ثلث الليل الآخر تصيد الشك ماله أكثر رواة ساسي حديث كوريين. طيب رواية كغار كود أيوح كسو عرارتي إن الله يأمر منادي ينادي يقول هل من داع فيستجاب له،
إن الله يأمر منادي أن ينادي لا يوحى أمره بالضواقة ويقول إذا هل من داع فيستجاب له وحن سودق يا ورواد الدليشدين أهل البدع عند سودق سوى ملك بيرو ملك جاي له وأمر ينو ضواقة هذا حديث كان سينصح لها تلبا الرمضة كل الدوام بين قل لهاين إلهي يأمر ملكا ينادي فيقول هل من داع فيستجاب له وقد يتاسي سيده تاغنه مستقله وينزل ربنا الى السماء الدنيا ايضا وقد يتكل وهذا ينصح العين لكن روايه ما بينصحين نسائبه في عمل اليوم والليله كوريي في سنه كذا حكى ابو اسحاق السبيعي اسحاق السبيعي وثق لكن اختلط في اخر عمره اسكو درسمي مركاين حديث كنا روادي كلاودن وكو خلاف ولكن صاحب سنة ساين اختلاط كيس اسكو درسن كيس الوراد كو ياشي ولهذا شيخ الألباني رواية دعو كحكم بالنكارة في سلسلة الحديث الضعيف حديث كصدح كوني استيد بقولي تضبية السقاشة طيب مسألة كلا واحد تهاي هل العرش يخلو عن الله نزول كما عنيد سمية خلو العرش عن الله الإله يستوى على العرش سنصوص تكالتوسيسي ومسألة خلافية جمهور أهل السنة نوحي كنت قيل أن الله لا يزال مستويا على عرش حتى في وقت النزول لا يزال مستويا على عرش وهي وخلوه قطوسين أيام تيرون علوه هو صفة ذاتية ولا يمكن أن يكون مخلوق فوق الله من السور تودا من رعى سأنه مخلوق إلهي كسره لعظمة الله سبحانه وتعالى إلهي ويندي ساوغين نزول كنا انتقال إيه من مكان إلى مكان إيه خلو العرش عنه وحاصر لن تصن مايه إنه مكان كقوره مكان كلاو قوره يا عرش يقولوا كم النادي وحاسوا لما تصنيه دلالات هذا اللفظ كم يدمها وأنا نعكر نزولك من غير انتقال من مكان إلى مكان حتى مخلوقه كان نعكره إنه نزول سمايه السقون مكان كقورين ومكان كلا نقورين وحركانا بمعنى انتقال لا نصمين وكان نعكره مكانو سو كرسي كما فديو نزول المخلوق بين اتصالين نزول الخالق ما اسك يلالي دان سلايد هذا ولي بمركو دير يهدي هل كان واخا سو قاطو هل فعلت نزولا نزول ما سمي نزول كيميائي كدلت عر كرسي ان كسريي ان هوسته كمرو يا اما انتقال ميو كدش مكان كيغان كغورو مكان كلين نغورو لا فاذا كان هذا في حق المخلوق فكيف في حق الخالق واي اهل البدع وحي اسكو وافقين صفدا الهينا لو سوين ان واي حد لا يغسب ويدن صفدا وحي يرادين هدان الهي نزول اسغنو waxa ka dhalanaysa inuu ilaahay jismi yahay wadaa nuzulku waa min sifati al-ajsam sifatka ajsamta ayu kamidi waxaan filayaa de shubhadana meelo badan bay sheegeen oo inaynu hore u sheegney waxa lagu burinayo ilaa jismigu waa lafdi mujmal ee maxaad uga jeedaa dad uga jeedaa inuu ilaahay yahay daato sifad ku sifaysan de ilaahay sida way سوستو ماتوز هذا دوغا جيدين يحي دي جسمي جسم المخلوق وكلا تسوى باطل ليس كمثل شيء ولا تضرب لله الأمثال وحكالو لله يحي نزولك أي جسميات وكدلتا وان نزولك وكنا دوا نزول المخلوق دي ما نغا نزول المخلوق بكاد لين نزول الخالق بين كاد لين
تشبيه بمرك وراك دعانو تصوروا في النزول المضاف الى الله خصائص ومميزات نزول المخلوق وانحراف كود هلو كبلامه نزول كان الهي لو اضافي وحي كصوريستين انو ليهي صفاتك ومميزاتك يا خصائص نزولك مخلوق هلكو انحراف كود كبلامه وكاس لكن مرك وربا تصور كاسا باطل صورا انو شيغني ولا يجوز ان يتصور فيما أضيف إلى الله مما يتصور فيما أضيف إلى المخلوق وإضافة ساكل الدويس وصفة إلهي له إضافية خصائص مميزات بين الله وأنا لائق بالله إذا اللفتة دي هذه له إضافية مخلوق خصائص مميزات بين الله مخلوق أنا لائق كتي تخالق له إضافية كما لازم يسا إن الله من نقطتي مخلوق تمخلوق له إضافية كما لازم يسا إن الله من نقطتي خالقه وعكلين لنا هل تثبتون لله علما أشعري إلى الله لنا وسمعا وبصرا إلى علمي السمع يا بصر يا موسوس فيقولون نعم ونوسق النبي لين فنقول هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم فهل الله جسم علمي يا السمع يا بصر يا جسم بكو قمان على قاعدتكم قاعدة ندل وشقي مركا إلى يا جسم وسوس لا 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 إلى علم ونصوغينا السمع يبصر ونصوغينا كمن اللازم يسوين إلى جسميه دي فقولوا في غير هذه الصفات مثل ما قلتم فيها صفات كان هين أنت تكون كتر هذين وكذا القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر إلزام وحويا قوي كاس مرقى صفات كان يقوى إديدا يان لو هزمتها يكرد ليان مرقى ورساد الردين سواء قاعدة دي القدر المشترك هي القدر المميز الفارق مرلبات كانوا وينت كل زعيم سطر هذا كونا تسوق السامعين تاسك دلالين درار ما صفات كان إلهي بنسوقنا لوازم تاي خصائص تاي جون لحين ده كوا كلام أساس كده وين القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر دي قالوا الحين والتناقض طيب وعكلوا إلى هدي لا ينزل له سوق وحكى دلالنا يسينو مخلوقات كقار إلهي كسر ريان waxaan leenahay nuzulka makhluuq aaday taasi ka dhalanayso nuzul khaliq ka dhalanayso hadalkana waxa oran karo in man la yaqaan caadamta allah oo fa weynida ilaahi garan qofka weynida ilaahi qaana ma ba oran karo makhluuq ba ilaahi ka sareenaya kayfa qad qala allah ta'ala wa ma qadara allah haqa qadri wal ardu jami'an qabdathu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini makhluuqat ka sida marka ilaahi subhanahu wa ta'ala makhluuqat ki saqar ki la garab dhigo aad u yaraanaya si ilaahi uga sareen karaan horan waanigi tusaale idinku siiyay oo nuzulka lawaazimtiisa kamid maaha in shay markii hore naazilku ka sareeyay inuu ka sareeyay naazilka oo naazilku hoosta uu ka maro fi xaqil makhluuq baana taas ka dhalanayna xadiidkan way awileen waxa yanzilu rabbuna ila samaa'id dunya wa min baabi hadf al mudaf oo amru rabbina ay rahmatu rabbina ay malaku rabbina ay يا باسي كواولين واحنا الاصل هو في الكلام والحقيقه وعدم الحذف هذا الكوا حاصل هو انه سديسا حقيقه كيهي ونزول هذه عيد له اضافيه عداس اي نازل كته الا لهي الدليل تصينيا ان النزول كعدا له اضافيه اني سمين عيد كلا سميس الاصل في الكلام هو عدم الحذف انا احب كغونين بهذا الكاسل الا مقتضي الحذف إلا وحكين صدق واجبية إلا رضا وحباك قوان إلا لهلية هل كان مركامتش روح تصنعي نازلك وينو عدك لو ينو يهي من الله سبحانه وتعالى هين حذف وحكين صنعي أنا متشر وهذا الكسيس سنو معنا الصحة كويا لنيا واللقاهان الصحوة شرعيهان صحوة وحك لو بوريني إلا روح سودك وأمرك إلهي رحمه الهي ملك ايو من رحمه ده اورنيس فيقول من يدعوني فاستجيب له يا ابري يا عابدي يا ابري يا دمدافي ويديسري ملك اسا اورن كره ملك و خو اورن لها يقول الرب ربي وحلي
ويسوي سمو إضافيين ذي هذا الكلام. سيدا حديث كي كتيري أبي هريرة سعين كوي علي إن الله إذا حب رجلا نادى جبريل إن الله يحب فلان فيحبه ويحب جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه إلى أبو كخبر يا وكور رمي صان مو أرانو نصون إنه يحب فلانا مركو إلهي كور رمي أي أرن كي سمو إضافين إلهي بو إضافي مركو هل كان الساس وكالو أران لها إن الله يقول من يدعوني فاستجيب له أسوار الله رحمة دون الصان ما أران كرتو أمر كإلهينا ما أران كرتو فكالي أمر كإلهي الرحمة دي إلهي إيو دي سمدكم أي كادان إلى السماء الدنيا والدالول كي سوى قارن ثلث الليل الأخير لما خاص أها نزول أمر الله ورحمته وملائكته وقت يكلب ويسوى الدقان وحكالوا بوريني الرواية دي إمام أحمد الصحيح أه وحكوش ارتحديثك لا أسأل عن عبادي لا أسأل عن عبادي أحدا غيري مالك بصورا كرا لا أسأل عن عبادي أحدا غيري ورواية إمام أحمد الصحيحة الدوامة هيقع أحدا أنيقع هين كور يسن ماي هل يمكن رحمة الله ساتر هذا أما أمر الله أما ملك من الملائك من السائر هذا لا يمكن هذا أحسر توما هاتاس تكلوا تفسير ولم يفسر به الحديث أحد من السلف أحد سلف ككميدي حديث ككما فسرين تفسير كنوع عاصم حديث كظاهر كيسة أي كسعود سيين سلف وأي أدائيين شبهات كوضو حكميدين إرادان ثلث الليل الأخير مر عالم كأموضة دعوه صوما مر والبا عدبا ثلث الليل الأخير كترت صوما اللي وقت جويكو كل الدوينيين مخلوقات كعالم كون ولي إنكو ثلث الليل الأخير بين كتر رأي إنكو ونضاف يا ثلث الليل الأخير قولك الوقل يا أدنى قولك الوقل مر بقولك كترت مركا هل الله سبحانه وتعالى في نزول مستمر إلى أي وقت جوردن من نزول بكو قاطع رازي بقى كم إذا أصحاب هذه الشبه شبه هذا كو الليمي وحنو لا نهاي إلهي سبحانه وتعالى هل الله يقدر على ذلك إلهي ما أوده هدولا ما أوده كفر هدولا هو أودانا إلهي هدو أوده إنه الصميين رسولك والشيخ محاد قد ديس تكالي نزول نوع عصا مستمري إنا أنو سورتوب إنا تراهضو محاي كدالت تصورات تصورتين نزولك إلهي نزولك مخلوقا من لمدي فهل من قبو فيرسو أمثلك إلهي نكينينا وأنا كوب الشيء نشوف هذا وداس رسول كوحد كما في مسلم عن أبي هريرة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقت ميوت شراء غفانو تكنهين يا وقت والبقف ما تكنهي صوما اللي وقت يبددكو كل الدوين فرى لا تكذان ما السنة تكذان مركم يا الله ورانا يا إلهي قول كاس إذا يكون عيسائين إلهي قول كاسون وضون إلهي مروا البقف بس لا تكتري حتى كنت جوابسا حتى كنت جوابسا نتنك كنت جوابين أضف إلى ذلك إلهي يرزق العباد صوما دوما هو أرزاقه في الدنيا ويحاسبهم في الآخرة هذا أركد تيرود أنت إليك طاي والله قادر على ذلك إلهي تأوه أول مخلوق لك مصورة سنكره لكن إلهي سبحانه وتعالى ده مخلوق ما هو خالقه صفات كي سنم ويزاد خصائص وقارة أي إليه إنه لائق بالله يعني. نعم مركوا
شبهات عقلية محاكو في الله قفك مسلم كي مركو النبي قل سيدة يريد سنة كنا وانصحي إنو أغبره وهل كهذا الكوكو توجيه. لكن أهل البدع لا يقدرون النصوص حق قدرها نصوص تقدر كيدي حق يدي حرمي يدوية لما يد نبي قيب عليه الصلاة والسلام سيدة عليه بالأسانيد المتواترة فكاسا وحاسو هذا اللي يربشد القلية ومدين وحاسو بوقاء القلية. لكن سلفك خلاص مركي مغلا النبي قل سيدة عليه سيدة سيكو سوق الشرين أمروها كما جاءت من غير تكييف وركن يشي كذا فرابضان يتصورات كان يوحن البدعة يا ليمي. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أيره لله إلهي بأشد دران فرحا حق فرح بتوبة عبدي وكفر حيو أدون كيس التوبة كين كيس من أحدكم بكفر حدري متكين براحلته من فرح أحدكم بكدري متكين فرحيس براحلته وكفر حو هلتانك ويلاشيس. الحديث اقرأ الحديث أما أكمل الحديث اتفقنا على الحديث كدير التوبة كصاب صنع اتصال الأيام كلمك حنبار صنع رأي اختصار بكو سمي مصنف برحمه الله تعالى وننك هاسي هاشي سوصار راد البهقوياب ومريه هاشي باك بحصتي وعون الله عب الهابو وصار را وكاقوستي قيد بو ييمي هرله واسكتشي في صدي ساقو قوستي ساقو السيداسة ينبو حكوسوا كعي يدو دل تاقن فأخذ بخطامها وقان كيدو وقرتي ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك فرحب بيسك للقرن وهي مركز سؤول إلهي وادوان كيقبات أنا ربي قابان أخطأ من شدة الفرح بولي النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوها المامي فرحد الدرن إيه هيسي أوقيت مركز كاسو إلهي أشد فرحا منهم فرحد إلهي كافر حد يسوي كوين تاحي الفرح هو محياة الضباء حقيقة ابن القيم بفصري ولذة وتقع في القلب لذة وتقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى بإدراك المحبوب ونيل المشتهى وصفة ويالان ايو كوحي وشعلاء ودعي ويحدون ايين وحاصلي غير ايو وشعلاء ويحدون ايو مالكو حاصلو ايو فرحاه فرح وصفة كمال هذا فرحات بيسكوي ذا كورم ووروري والبهاري مروقون وقت قاقو ونقضو أصفة نقص صومة. الفرح نوا فوق الرضا الفرح بشيء فوق الرضا به فرح كسر ريا رالي نقشدة وزائد بكياء والرضا وطمأنينة والسكون والشراح الرضا وطمأنينة وحسلتان يا سكون يا انشراح فرح هو اللذة وبهجة والسرور كل فرح ورضا فرح كاستوى رضا نوعي لكن ليس كل رضا فرحا قال لنا قشا كاستماها محي فرح قد ترضى عن الشيء ولا تفرح به حديك رتا الشيء راليك النغطة لكن راليك النغطة لكن أنا تكفرح أما إذا فرحت بالشيء فقد رضيت به شيء قد تكفرح معنى إذا محي راليبات كتايوي. طيب حديثكم مركا عود سنية إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. صفة الفرح هو صفة فعلية اختيارية تقوم بذات الله يفرح الله متى شاء وبما شاء وكيف شاء مركو الدون إلهي فرحة ويحد دونه كفرحة شدو دوننا إلهي سبحانه وتعالى وفرحة وعكوا الحديث قدسنا يا محبة الله للتوبة إلى التوبة كين كينو تجعلي إذ الفرح إنما يكون بحصول المحبوب سينو شاقني فرح محكوية مادة بحصول المحبوب بإدراك المحبوب وين نجندي وحيلة تعلاين لها له ورقا التوبة دي إلى إنو تجعلي بحديث كدليلية إن الله يحب توبة عبده. طيب صفة المركاد غير واحد من الأئمة إلهي والصغي
عكمل الصابوني كتاب عقيدة السلف، الدارمي كتاب كيسة رد على بشر المريسي، أبو يعلى الفراء في كتاب إبطال التأويل. سلف كن إله سبحانه وتعالى والصغان صفدا، أهل البدع صفدا إلهي والديدين فرح أنا وحي كأولين الرضا وأنا وحي والله يا بكلا بيكمت مرقاسة هذا أنا محيوصي بهانيا الرضا أنا إلى الله أسوق ما إني إذا إني سيا أولان ورا دوا الإحسان قسم الفل ولينا حتى مرك الفرح الإحسان كوف السيران وحي كي يعين كما هريه سيدي بو إريني الإحسان ده مخلوقنا وكسف وواحسنه إن الله يحب المحسنين مرقا داد إلى إحسان السكتان تشبيه وكرنا لأيبا لأورنا يا صوما هذا ما إحسان كإلهي كمخلوق الله بدمه ودام حد سكور إرنسين ميات فرح أنا السكتان أتسكتر هذان فرح إلهي الله بدمه فرح مخلوق وحنا ربنا ما حيكرنا لنا يعني تشبيه بمرك كوبات بكرنا عيان ويتصورون في فرح الله ما يتصورون في فرح المخلوق ما حيكسوا ريسانا يعني مركي بفرح إلهي وحيكسوا ريسانا يعني فرح المخلوق الدلة دون محاين وشاكت صفة إلهي لو إضافين يا إنان إلا مدعين كمخلوقة وليس كمثله شيء أيها الكني نوتها الله الصفة المضافة إلى الله ليست كصفة المضافة إلى المخلوق وقاعدة ديون وقاعدة نري وأذب لحاتك بابك هداد فأنتنا النول بعضاكات كانية كل واحد صفة كستنا واللازم وكرنا لينا فيسقوا الصغى يا بعد لازم كذا لنص مركورة تن لازم ك صفة المخلوق كذا للمايو تن كذا للمايو القول في بعد صفات كالقول في البعد الآخر إلا إذا تدى إله ليس لجار ولا هل لله ذات نعم وللمخلوق ذات فيلزم من ذلك التشبيه لا ذات الله ليست كذات المخلوق نقول القول في الصفات كالقول في الذات وحس ذات تدى إله لجارني يوم بالجارني يا محي صفات كإلهين الباب حكم الباب واحد من فرق أحكام هذا الباب تناقض ونسي أشعري يدك ودعين باب كان أحكام سقوفك لقادة صفات كقار روحة سكن لازمية كوك لك من لازمية قار وان سقيا قار سقي مايو تناقض بكدعي حيرة حيرة أهل السنة نوى مرتاحون قاعدة قروي باب كوليين حكم في هذا الباب نوام حي واحد وإن إلهي صفات كا ويسوي إضافية ما رسولك يسوي إضافية الله صبا لنا آمنوا وحا إلهي لو إضافي إنان اللهين خصائص تأيى اللوازم توحا لو إضافي مخلوق سيدا مخلوقات كالقدو نحذو دبا يطاي وصفة دار كيسا صفة قرى ومركا مخلوقا لو إضافية اللوازم يخصائص له كامركا لو إضافية اللوازم يخصائص له أمثلة دانا دوين الشاقنا يد بتصالة وقاضة يد النملة يد النحلة يد الفيل يد الإنسان إضافة دا سيكو كلا الصعمين وين التانيتان لامد نغطو لازم ما هذا إن مرودي بالجوشة بعد دول رياض بلد دون الحناقورة كرة يعني جيم كبير ده يسوقنا وايو ده مرودي كايد له ده يدي سوق تار مركات تشبيه بكرنا يعني من كايجي دما طائر كايد له طائر بدي جوشة بعد سنة نقول إنسان نصير هذا بكرنا صوما لباح حيد له الأسد له يد والنمر له يد والفهد له يد العقلاء لا يقبلون حلوة تيد ده دي يد هذا الحيوان كله دون تدي تنا هذا لو إضافيه خصائص تادي لوازم تادي بلاد تانا إستجا لو إضافي إن أديك يد لغوص سجنا كذا لما يصير حيوان كلا قلم دقي بالمخلوق قبل ساعة تاعي خالق محي كلا دونين إرادان هدي خالق يد لغوص سجوا لوازم تي خصائص تي يد المخلوق بيلا نسا افهموا هذه القاعدة هذا قاعدة فهمتان فقد فهمتم هذا الباب كل مبطل ودر الدين كرتان هذا قاعدة سوحوية أنا فهمتان ومنشأ الضلال وما حبيبنا لي ضلالك هلقو كعرطي أو كبلا أمي يا هلقو كعرطي الاعتقاد بأن الصفة لها خصائص ومميزات واحدة صفته ماشي دون سهل إضافية خصائص تدي مميزات كذلك المدقرويهين اعتقادك الاعتقادي وهذا باطل مخالف للنصوص ليس كمثل شيء وهو السميع
البصير المخلوق له السمع والخالق له السمع مياد أوران كرتا مميزات كي خصائصتا سمع الخالق يسمع المخلوق واسكمت ساد أوران وحابك الرئيس ليس كمثل شيء ليس كمثل شيء حيث سنس أن السمع المضاف إلى الله والبصر المضاف إلى الله ليس له لوازم وخصائص السمع والبصر المضاف إلى المخلوق. هل لهذه الآية معنى غير هذا؟ أيضاً معنى كان هين ما يلاذي أنا كان هين ما لها أيضاً. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم بعد جملة قال إلهي وريه يضحك الله إلهي وقصلا إلى رجلين لبنين في أمر الرجل لبن أرن كود إلهي وقصلا ويقتلوا الدليل لبنان يقتلوا الدليل أحدهم متكود على آخرك كلاه وكلاهما لبدوا دبي يدخلوا الجنة جنة ذا يقليهم مدولوا لبدوا كم يتجنة ذا يقليهم اتفقوا عليه وده حديث كو انتوا كده يرأي لبنان يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل مد با إلهي الدرادي ودى قال مركز سال الدلية مركز دي شهادة سوط شرادك وقالي ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد كي واحد دليبا إلهي كالتوبة أقبالي سوى يستقل الشهاد قالي يا شهاد كيبا لقود دليل سنوى الشهيدي لبا وديبا لبا الشهيد بين غدين سيد شنرد السوق يمانيا مركز حديثك واحد كتير تاي إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى صفة الضحك إن إلهي الله الصغر وحلم إذا حديث عبد الله بن مسعود في البخاري ومسلم أن آخر أهل النار خروجا منها تدك النار تقول لك وقد بيك صباحيا يقول للرب وحلاي كورنيا تضحك بي وأنت الملك تضحك بي مياد قوس ليس وأنت الملك. صفة الضحك وصفة اختيارية فعلية تقوم بذات الله سبحانه وتعالى وفعل إلهي ذاته سكقومه واختيارك إلهي سبحانه وتعالى كل عام معنا الدونستيس يضحك الله متى شاء ومما شاء وكيف شاء مركو الدون إلهي قصلا وحدونه أيكو قصلا سو الدون إلهي قصلا. هل نعرف كيفية تضحك الله؟ لا لأنه ما ينهان أرق وحلم إذا نوقياس قادنا المتشرة كيفية إلهي نومو الشيخ رسولكنا عليه الصلاة والسلام نومو الشيخ ولا كيفية وحي سوق ليس شيادة لينك قري حاران أيتهاي إنه كهد الله إنه ضبق الله ولا تقف ما ليس لك به علم أي سوى جلس يو أن تقول على الله ما لا تعلم ولهذا بقى أي مدر والكيف مجهول يعني كيف يدوى الليل لكن كيف يدي قرر ما ينينو لأنها لم تذكر لنا لأنه ما شيء. طيب وليس لله مثيل نقيس عليه وكذلك لم نشاهد الله. ضحك الإلهي له إضافة ليس كالضحك المضاف إلى من؟ إلى المخلوق. يدي إلهي الضحك له إضافة يا أهل البدع محي ورانيا لوازمتي يا خصائصتي ضحك المخلوق بمركب الصورة يصنيا وحكرا لنا يبيلين إثبات الفم إثبات الشفتين إثبات لسان إثبات كذا سبحان الله هذا ضحك لوازمتها لو ضحك من؟ ضحك المخلوق. هذا الضحك مضحك المخلوق بقى حديثك وشيقية وضحك الخالق والصفة المضافة إلى الله ليس لها لوازم وخصائص الصفة المضافة إلى المخلوق. ما الدليل؟ ليس كمثله شيء. هذا هو الدليل ليس كمثله شيء. ما يكرر نساء أن لا تكون له صفة إن أنه صفة بيالا لا له صفة لكن صفته ليست كصفة غيره صفات الله لكن صفات كيس قوة مخلوقات كيس لمد معها. الضحك البدع لوازم تاسي كدليان لوازم تاسي نوحي كتمي إني صورة استان ضحك قال إلهي لو إضافي إنه لم يديها ممكن لو إضافي محي كان مخلوق لو إضافي وهذا باطل مخالف للقرآن. طيب مكام حيو رميان ضحك وبمعنى الضحك وبمعنى الإحسان بمعنى الرضا الإحسان حاسك فسرين ومية يد كاريسة هذا ترى هو الرضا الرضا اللي افتد واللوازم بيلاضي
رضا المخلوق لوازم بين الله هذا ترادان صفات كإلهينا لوازمتي مخلوق يلنا الرضا وحياه ما كان له وعمل قلبي إلى قلبي لي هاي قلبي يقول ندي لوازم بسيلي الله الله ما الرضا ومتش الرضا ده وحنا قتش ده لفتي إحسان ده إحسان كنا مخلوقنا وكسفوا بقى الله ده ما إحسان كان إلهي وصينا كي مخلوق ما وما حد ما أنت ودنا لور وريجس ما تكتر هذا نضحك قال نبي يقول إلهي وصي نبي يقول ميورن كري وهاي يحسن الله إلى رجلين نضحك قال نقلد وني نبي يقول مياد نبي كف صاحية بيان بدنايدين مياد إلهي وقع قوم بدنايد رسولك عليه الصلاة والسلام ما لين ونمد الكلام حيوف السير ويوروها رئيس كيل عليه صفات كان إلهي لو إضافين أيوه حقيقة ذلومة شهد ومجاز وهذه حقيقة ذلوح مبارو حكرا لنا يا تشبيه حما لون ساوروها نبي ومد ميوها اللامني اللومني ألم يكن النبي مريدا لهداية أمته طيب لوازمتا أي شيئا وارن طلبات أيتين أدو فهمتان صمينان فهمين صفات كنا إلو إضافين وحي كان لازم يكدل لني صفة خاصة نوها كو مخلوقة إن أنا لحين وإضافة أي صفات كلا سوى عيسو صمينان فهمين حتى في حق المخلوق صمينان فهمين في حق الخالق والمخلوق من باب الأولى أرين تكلموا يمكو حوي لوازمتني حتى صفاتك مخلوقاتك أياني كدلان إمك بكاء الإنسان لوازمتي سوامح هذا لا أقف كيو أوي ورتينو اندلي يسوام هذا لا دوة تشغون بلاسي يلقو كوي ويندهانا إلما يكسو داتو البكاء البكاء وادي لهذا رفع الصوت هي من غير رفع الصوت بوي نغطها لكن البكاء دلع بالقصر ووهن إلمو عن قيل للسعون مركان إنديس إلما كسو ضغط صوما يا وحواسس كلازم يصوما بكاء الإنسان فما بكت عليهم السماء والأرض أيه سماد يدول كتون ومي أوهن السماد يدول كوي ضد كلي أوهن لكن كون ومي أوهن صوما سيوغو أوهن تاتر هذا هذه بكاء الله صغو سمد يدولك حكا لازم ييني يالطو خصائص دي لوازمتي بكاء الإنسان أين فم السماء طيب أفي كويسي عنداي كويسي المدد وحمي هذا تر هذا قول بها دي لصغبا أما كلام با وحكا لنا يا أف إيو عرب إيو دبناء إيو لهوات إيو دنحلق إيو هل يبدل قائي وحباك لنا هذا تراضه يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد أين فم جهنم أين أشفتها أين لسانها ما في مخلوقاتك أيانا كذا لنا هين صفاتك الله إضافين يا مخلوقا إلى مر والبيالة تل وازمتي يا خصائصتي صفاتاً مرك الله إضافية مخلوقة كلا إلهي فكيف تجعلون لصفات الله لوازم وخصائص صفات المخلوق يعني إينا ندين مريون آيات كان يحديثنا نذكر هذا آيات ده صفات إلهي السقيا حديث صفات إلهي السقيا أمثلة ده واصح فهمتوا الأخير ده لكن وحم مهمة إن أصول شباب كانت فهمتوا هذا أصول الباب فهمتوا خلاص سيفا كستو كسو مرتا ود كدبقيسا ميد كستو يرا هذا تشبيه با كدلن يا جوابتي وضيسا واحد كل لازمين سنه كو يالا كو اسغو سغيو ما نورنسا ترى لازم كاسا كدلنيا درا ما كدلن ما يتني او لوازمتي مخلوق ما لها تادر صفات كاسكو ميل ماري الباب واحدني لماذا تفرق بين المتماثلات صفات كانوا الى الله ولا اضافي علمي باد الى سوق صما على علمي واحد كدلن الى جسمي هرينو شغني صما رقعيه لو سخد علمي waxa ka dhalay ilaahay inuu leeyahay qalbi ilmi wuu qalbi buu galaay qalbigiina maxaa ka dhalanaya inuu leeyahay sharaayin inuu leeyahay waxa weeyaan in dhig inuu dhaxmaro aabulu kaadi anigu cilmiga ilaahay u sugaya mid la waazimta cilmiga makhluuq la maaha taadir sifaat koodan intaas uu ka dhay waad haysaan ninka horta ashcari xurtad ku haysa isaga meel alaali meel uu kaaga baxay ma jirto هذا قواعد صحوية لا تفهمته إما إنه كسر دعوه طريقة أهل السنة
وأن يثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه أثبته له رسوله في الحديث الصحيح من غير التمثيل ولا التعطيل ومن غير التحريف ولا التكييف. وإما أن يكون ملحدا ينكر وجود الله وحبل الله بضعه وقمر الحيان هذه كلام متناقض بنقنية مكابرة وحقائق واضحة وعد أن لا ينكر كرين وحويان انكرية أي نقنية. والله أعلم وأحكم بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.